قتل 5 فلسطينيين من مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بينهم قائد ميداني في غارة إسرائيلية على معسكر لتدريب مقاتلي الحركة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. حركة الجهاد الإسلامي توعدت في أول رد فعل لها بالرد القوي على الهجوم الإسرائيلي. هذا ما يستوجب منا في سرايا القدس أن نرد على هذا العدوان. الرد على العدوان سيكون بالطريقة المناسبة، بالطريقة التي يفهمها العدو جيدا. لا مجال للحديث عن تهدئة وأمور أخرى، المجال الآن فقط عن الرد، والرد سيكون عنيفا بحجم الجريمة التي ارتكبت اليوم. الغارة الإسرائيلية التي أدت أيضا إلى إصابة 3 أشخاص تأتي بعد 2 يوم من سقوط عدد من الصواريخ الفلسطينية في إسرائيل دون وقوع خسائر بشرية.